أعزائي المشاهدين، حلقتنا النهاردة عن الطبيب المصري القديم وأشهر الأطباء في مصر القديمة. تخيلوا حضراتكم في فترة كان فيها الظلام يسود العالم، كان أجدادنا قدماء المصريين أبرع الأطباء في علاج الأمراض. طب إزاي؟ الطبيب المصري القديم بداية عارف الطب مش من تلقاء نفسه أو من الصدفة، اللي ما كانش بمحو الصدفة أبدا، كان علم عنده وعلم وفن في نفس الوقت. قدر اللي هو يشوف ايه اللي الحيوانات اللي حواليه لما كانت بتصاب ببعض الامراض او ببعض اعراض الامراض زي الاسهال او القيء، فكان بيشوف ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان بيدل تلك الحيوانات على النوع العشب اللي كان بتاخده بيقوم بشفائها. فبيبتدا المصري القديم يتابع هذه الحيوانات في امراضها ويوصل لها لهذه الاعشاب. مهنة الطب في مصر القديمة كانت مهنة متميزة، لها نظامها المعين. تخيلوا حضراتكم ان القسم اللي هم بيقولوا الاطباء عند التخرج دلوقتي، اللي هو بيسمى قسم إيبوكرات، اللي هو الراجل اليوناني او الطبيب اليوناني اللي هو سموه ابو الطب، بنقول لهم لا يا جماعه، القسم ده قسم مصري، بدليل ان المصريين القدماء كانوا يقسمون ان هو عندما يدخل اي منزل لن ينظر الى زوجة او بنت او ايا من كان في هذا المنزل. وكمان بيقول كمان اللي هو هيكون صريح في علاجه مع الامراض، مع علاج المريض، لان كان المصري القديم الطبيب المصري لما بيشوف المريض، وهنتكلم عن طرق الفحص عنده او ازاي بيبتدي يشوف المريض عنده ايه. بعد لما عارفين طبعا بيبقى في عندي في الفترة الحالية الفحص والتشخيص والعلاج، بعد ما بيشوف بيعمل فحص وتشخيص والعلاج بيبتدي يطرح على المريض بتاعه ثلاث حاجات، بيقول له هقدر اعالجك او مش هقدر اعالجك او هحاول اعالجك. فالمصري القديم كان صريح مع المريض بتاعه. طيب ايه الطرق اللي كان بيستخدمها المصري القديم في الفحص؟ الفحص طبعا كان عن طريق اللي هو يشوف البنية الكاملة، او بيتم عن طريق الشم او عن طريق النقر. واثبتت عندنا في اغلبية الامراض زي مثلا المرض الداء السكري او مرض السكر، بيتم بيشوف المريض عن طريق الشم، او مرض الهابيتايتس او اللي هو الكبد، التهاب الكبد الوبائي، بيشم الدكتور الطبيب فم المريض فبيعرف ايه نوع المرض اللي موجود عنده. ثانيا اللي هو النقر كمان على الجسم الانسان، حتى بيشوف المكان اللي بيبقى فيه مليء بالغازات، او كمان بيبقى عامل عملية فحص للصدر او القفص الصدري، للعظام القفص الصدري او ضلوع القفص الصدري، وده اللي بنسميه عندنا دلوقتي الفحص الكلينيكي او الفحص السريري للمريض. تخيلوا المصري القديم عارف تلك انواع الفحوصات وعادر اللي هو يطبقها في حياته. ومهنة الطب في مصر القديمة كانت مهنة سامية جدا جدا، مهنة من اهم المهن اللي موجود. تخيلوا حضرتكم اللي احنا كان عندنا في مصر القديمة عندنا هرم تسلسلي لمهنة المصر، مهنة الطبيب في مصر القديمة. على فكرة الطبيب المصري القديم، الطبيب في مصر القديمة كان اسمه سنو او حامل الثقاب او حامل او نازع الرماح او نازع السهام، او زي ما بيقولوا كده بالبلد بتاعنا نازع الالم من اجساد المرضى. فالمصري القديم قدر يعرف تلك التسلسل الهرم اللي يبتدي من سنو، وبعد كده مشرف الاطباء اللي هو امير سنو اللي هو زي ما بيسموه عندنا دلوقتي وكيل الوزارة، وبعد كده لما يوصل لكبير الاطباء اللي هو زي ما بنسميه عندنا الوزير الصحة في الفترة الحالية. كانوا بيتقاضى المصريين القدماء او الاطباء بعض العطايا، وده دليل اللي كان عندي دكتور طبيب اسمه نب امون، ده الراجل دوت قدر كان موجود في فترة الدولة القديمة، قدر يعالج امير سوري، والراجل الامير السوري ده من يعني عرفانا بفضل هذا الطبيب قام برحلة وجه قدم له بعض العطايا عشان يعني امتنانا وتقدير بدور الطبيب المصري. تابعونا في حلقاتنا اللي جاية، هنعرف ازاي الطبيب المصري القديم كان بيتعلم الطب، ازاي كان بيعالج الامراض. هنشوف مع بعض عبر قناة الوقائع في اليوتيوب، وتابعونا مع بعض. شكرا جدا.